أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، ففي شرح الإمام المكودي على ألفية ابن مالك نستكمل مسائل باب الإضافة. نبدأ بقوله: ثم قال لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. هذا البيت يتكلم في كلتا وكلا، فهذان اللفظان من الأسماء الملازمة للإضافة في اللغة العربية، لا تستعمل مفردة عن الإضافة. وفي البيت تقديم وتأخير. أصل الكلام أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين، أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين. وكلتا للمؤنث وكلا للمذكر. وهناك بعض الخلاف بين الصرفيين في وزن الكلمتين، قلم في وزن الكلمتين، كلتا على وزن إيه؟ خصوصا في كلتا هناك خلاف. والتاء في كلتا هل هي للتأنيث ولا هي لغير التأنيث؟ تسلم. والألف هل هو لام الكلمة أو هو زائد للتأنيث؟ ركزوا معي. كلا المذكر هو الأصل، وكلا أصله كلو، كلو هذا هو الأصل. مفهوم الكلام؟ فقلبت الواو ألف، قلبت إيه الواو اعتباطا دون أن تتحقق العلة الصرفية. ثم فتح ما قبل الألف فصار كلا، فهو على وزن فعل. كلا على وزن فعل. الألف هنا لام الكلمة مقلوبة عن الواو، وعلى هذا القول فكلمة كلا مفرد في اللفظ ومثنى في المعنى، مفرد في اللفظ وبعضهم ذهبوا إلى أنه مثنى لفظا ومعنى. وكيف ذلك؟ كلا سنية، والتسنية بزيادة ألف ونون، إذا بعد التثنية صار إيه؟ أو يمكن أن نسلك طريقا، يعني كلو هذه أصل الكلمة ثم سنيت، سنيت فصارت إيه؟ كلواني. بعد التثنية قلبت الواو ألفا، وفتح ما قبل الألف فتحولت إلى إيه؟ بألفين، فالتقى الألفان. الألف الأولى لام الكلمة، والألف الثانية
ألف التثنية وهي التي تثبت في حالة الرفع وتقلب ياء في حالة النصب والجر. فحذفت الألف الأولى لأن الفتحة قبلها تدل عليها. حذفت لالتقاء الساكنين، الألفان لا يجتمعان. فحذفت الأولى لأن الفتحة قبلها تدل عليها، وبقيت الثانية وهي ألف التأنيث. إذن كلا على وزن إيه؟ اللام الكلمة محذوفة فئة، والنون تحذف لأن الكلمة لا تستعمل إلا مضافة والنون لا تجتمع مع الإضافة. إذن كلا على وزن إيه؟ عندنا قولان في وزن الكلمة، إما فئة وإما فئة، والألف ألف التسمية. انتهينا من المذكر. طيب نأتي إلى المؤنث. كلتا الجمهور على أنه على وزن فعلة، على وزن إيه؟ فعلة. التاء لام الكلمة، والألف زائدة للتعنيس، قلبت الواو كلو، قلبت الواو تاء، التاء لام الكلمة، والألف تاء التأنيث. فإذا سنيت زيد الألف والنون فتجتمع الألفان، ألف التأنيث وإيه؟ وألف التسنية، فتهذف الألف الأولى لأن الفتحة قبلها تدل عليها، فتبقى الألف الثانية وهي المنقلبة ياء في حالة إيه؟ النصب والجر. مفهوم الكلام؟ هذا تحرير قول الجمهور. وهناك من يقول إن هذه التاء تاء التعنيس، والألف لام الكلمة، فتكون كلتا على وزن إيه؟ فئتل، التاء تاء التعنيس والألف لام الكلمة. وهو قول ضعيف مردود، لأن تاء التعنيس لا تزاد إلا في آخر الكلمة، فهذا يجعل الكلمة مما ليس له نظير في العربية. ولكن ما ذكرنا أولا هو إيه؟ المشهور. والأهم في كل ما ذكرت أن نتصور خلاف العلماء في هاتين الكلمتين، هل هما مثنيان، هل هما من المثنى لفظا ومعنا أو لا، مسألة خلافية. ولكن لا خلاف في أنهما من المثنى في المعنى، إنما الخلاف في كونهما مثنى في اللفظ. وصلت؟ أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين. مفهم اثنين يشمل ثلاثة أشياء، يعني ما يدل على معنى اثنين في العربية ثلاثة. أولا ما يدل على التثنية بالوضع، بالوضع وضعت الكلمة على هذا المعنى، الكلمة موضوعة على هذا، مثل الشفة، الزوج على المشهور. هذا النوع الأول. ثانيا المثنى الاصطلاحي، المثنى مثل الرجلان والمرأتان. ثالثا المتعاطفان، رجل ورجل، امرأة وامرأة، زيد وبكر، ما يدل على معنى الاثنين ثلاثة.
ما يدل بالوضع والمثنى الاصطلاحي والمتعاطفان. مفهم اثنين اشتمل على الجميع، شمل الجميع. ثم مفهم اثنين إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. قال معرف لإخراج النكرة، يعني أضيف كلتا وكلا إلى المعرفة مما يدل على اثنين. واثنين هنا يشمل اثنتين معه لمفهم اثنين واثنتين، ولكن اكتفى بالاثنين عن ذكر الاثنتين بلا تفرق. هذا قيد آخر يخرج المتعاطفين. المراد بلا تفرق المثنى ما يدل على المثنى بالعطف. لا يجوز أن أقول كلا الرجل والمرأة، كلا الرجل والمرأة، كلا زيد وبكر، لا يجوز. مفهوم الكلام؟ طيب ماذا قال الشارح؟ من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا. معنى لفظا ومعنى أي لا يجوز حذف المضاف في حال من الأحوال، يجب أن يكون مذكورا. وفهم من قوله لمفهم اثنين أنهما لا يضافان للمفرد. طيب المفرد إما المفرد لفظا ومعنى إما المفرد في اللفظ دون المعنى، ماذا يقصد؟ ظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز أن يضاف إلى المفرد في اللفظ والمثنى في المعنى، مثل الشف والزوج، ظاهر النص يدل على ذلك. وشمل مفهم اثنين المثنى نحو كلا الرجلين، وضميره أي وضمير المثنى نحو كلاهما، وما دل عليه نحو كلانا، كلانا يعني نا يستعمل في المثنى ويستعمل في الجمع ولا يستعمل في المفرد، ضمير المتكلم نا طول المفرد. طيب المثنى يستعمل فيه إيه؟ يستعمل فيه ضمير الجمع. المثنى المتكلم يستعمل فيه ضمير الجمع، لم يفرد له لفظ خاص. واسم الإشارة نحو كلا زينك. وفهم من قوله معرف أنهما لا يضافان إلى نكرة، فلا يقال كلا رجلين. وفهم من قوله بلا تفرق أنه يقال، أنه يقال ولا لا يقال؟ هو أنا عندي أنه يقال، وهو إيه؟ خطأ. يبزحر أن هذه النسخة التي أمامي هي أسوأ نسخ المكود، هي في الغالب الأسوأ أشهر والأسهل، هذه هي الموجودة في المكتبات وهي الأسوأ، ولكن أنا أحيانا أفضل أن تكون نسختي هي النسخة الأسوأ لأصحح ما فيها من الأخطاء وأنبه عليها. لكن كل هذه الأشياء لو كانت النسخة التي عندي هي الأحسن لا أعرف أن هذه الأخطاء موجودة. وصلت؟ لا يقال كلا زيد وعمر. وقد جاء في ضرورة الشعر، وهذا يدل على أنه يجوز في ضرورة الشعر، إلا أن ضرورة الشعر كما قلت لكم نوعان، هناك سمائية وهناك قياسية. ضرورة يجوز لك أنت الآن في شعرك أن تستعملها، وضرورة إذا استعملتها أنت فأنت مخطئ، وهي مقبولة من أمثال امرئ القيس. وصلت؟ كمثلا كوصل آل الموصولة بالجملة بالفعل المضارع، ما أنت بالحكم أترضى حكومته
ولا الأصيل ولا ذي الرعي ضرورة مقبولة من العرب وغير مقبولة من غيره. أنت إذا قلت هذا في شعرك فأنت مخطئ. وصلت؟ وكثير من الناس لا يفرقون بين النوعين من الضرورة، ما يجوز القياس عليها وما لا يجوز القياس عليها. وكلامه وقد جاء في ضرورة الشعر يحتمل النوعين معا، هل هي قياسية أو غير قياسية؟ كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. أخي يعني في النسب، وخليلي يعني صديقي، كل منهما في حال الأزمات والمشكلات أو المصيبات يجدني عضدا له أي معينا له. إنما يعرف الصديق في وقت الضيق، الصديق في وقت الضيق، هذه قاعدة يعني. لكن وقت الرخاء، وقت الفرح، استقامة الأحوال، كل واحد يمكن أن يدعي أنه صديقك، كل واحد يدعي أنه يحبك، ولكن وقت معرفة المحبة الصادقة وقت الأزمات. فمن لم يبتلى في حياته لا يميز بين صديقه وعدوه، يعرف الصديق عند الابتلاء. أنا أعوذ بالله من الابتلاء. طيب، كلا أخي وخليلي، إذن أخي وخليلي متعاطفان ومضافان، الأول مضاف إلى كلا ثم ما بعده معطوف عليه. النائبات بمعنى مصائب، الملمات أيضا. إعراب البيت ومؤرف نعت لمفهم، واللام فيه متعلقة بأضيفة، وكذلك كلا، ولا زائدة بين الجار والمجرور. انتهينا من مسألة كلا وكلتا، وفي كلا وكلتا مسائل دقيقة، من أراد الزيادة على ما أشرنا إليه فليرجع إلى المطولات كالمقاصد الشافية. ثم قال مسألة جديدة تتعلق بإيه؟ أي، وأي في العربية إما موصولة وإما شرطية وإما استفهامية وإما إيه أيضا وصفية أو نعتية التي تستعمل صفة. ولا تضف لمفرد معرف أي، وإن كررتها فأضفي. يعني أي بجميع أنواعها لا تضفها لمفرد معرف، وهو يتحدث في الأسماء الملازمة للإضافة. إذا نفهم من هذا التعبير أنها تضاف إلى غير المفرد المعرف. غير المفرد، ما هو غير المفرد المعرف؟ المفرد النكرة ثم المثنى بنكرته ومعرفته ثم الجمع بنكرته. إذن غير المفرد المعرف يشمل كم؟ ثلاثة. يشمل المفرد النكرة، والمثنى النكرة والمعرفة، والجمع النكرة والمعرفة معا. كل هذا نأخذه من قوله ولا تضف لمفرد معرف أي، وإن كررتها أي إذا ذكرت مرتين في سياق واحد فأضفي، يعني فأضف إلى المفرد المعرف. كأنه يقول لا يجوز أن تضاف أي إلى المفرد المعرف إلا إذا كررت. قال الشارح من الأسماء اللازمة للإضافة معنى دون لفظ. إذن أي ليس ككلا وكلتا، يجوز في أي حذف المضاف وإبقاء اللفظ مفردا عن الإضافة،
مع تقدير المحذوف والمقدر كالموجود، ولا يجوز ذلك في كلا وكلتا كما سبق. وقوله ولا تضيف نهي أو نهى أن تضاف أي لمفرد معرف، وفهم منه أنها تضاف للجمع والمثنى مطلقا نكرة كان أو معرفة، نهوا أي رجال وأي رجلين، وأي الرجال وأي الرجلين. وفهم منه أيضا أنها تضاف للمفرد النكرة نهو أي رجل، أي عفوا نهو أي رجل، أي رجل. ويمتنع أن تضاف إلى المفرد والمعرفة إلا في صورتين، أشار إلى الأول بقوله وإن كررتها فأضفي، يعني أنك إذا كررت أي جاز أن تضيفها إلى المفرد المعرفة نحو أي زيد وزيد علم، وأي أمر عندك أي زيد وأي أمر، ولكن لا يجوز أي زيد عندك فقط. والتكرار يعني من خلال العطف. إذن عندما تقول أي زيد وأي أمر عندك كأنك قلت أي الرجلين عندك. ولا تأتي إلا في الشعر قيل، يعني أي الرجلين قيل، ولا تأتي إلا في الشعر، يعني حتى هذه الصورة التي يجوز فيها الإضافة إلى المفرد المعرفة مختص بالشعر. والظاهر أن الأمر جائز مطلقا عند ابن مالك، ابن مالك لم يخصص بالشعر، وإن كررتها فأضف، وهو يتكلم في القواعد العامة ليس في لغة الشعر فقط. كقوله الشاعر يقول في المسألة ألا تسألون الناس أي وأيكم قدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. الله، ألا تسألون الناس، ألا هنا إيه أداة عرض، عرض التي تحول المضارع إلى الأمر. ألا تقاتلون قوما، يعني قاتلوه، عرض، عرض من صور الأمر، يعني طلب الشيء بخفة برفق، وعكسه التهضيض، طلب الشيء بشدة وأداته هلا هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، طلب الشيء بشدة هو التهضيض وأداته الأساسية هلا. أما ألا فهو للأرض عكس طلب برفق وأداته الأساسية ألا. ألا تقاتلون قوما، ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحبا فيقضى أم دلال وباطل. ألا تسألان المرأة بمعنى اسأل. إذن هنا ألا تسألون الناس معناه إيه؟ اسأل يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ألا تدنو بمعنى أدنو، يعني ألا إذا دخلت ألا المضارع وهي للعرض تحوله إلى الأمر، تحوله إلى الأمر. ألا تسألون الناس أي سؤال، ما هو السؤال؟ أي وأيكم، أي الضمير، أي مضاف إلى ضمير المتكلم وهو مفرد معرفة، وأيكم كررت قد التقينا، أي يوم التقينا. كان خيرا وأكرم، من هو الأفضل ومن هو الأكرم. ثم أشار إلى الصورة الثانية بقوله أو تنوي لجزا واقصصا بالمعرفة،
موصولة أي وبالعكس الصفة أو تنوي لجزة لابد من النقل ودون النقل البيت ينكسر نقل حركة الحمزة إلى لام التعريف أو تنوي الأجزاء أصله أو تنوي الأجزاء أو تنوي الأجزاء فقصر الممدود لضرورة الشعر ثم نقل حركة حمزة القطع إلى لام التعريف وإن كررتها إذا كررت أي جاز أن تضاف إلى المفرد المؤرف وكذلك إذا كان المفرد المؤرف مركبا له أجزاء وأنت تريد الحديث عن الأجزاء وليس عن الكل في تلك الحالة يجوز يعني أو تنوي الأجزاء الألف واللام هنا أهدية أو تنوي أجزاء المفرد المعرفة المفرد المؤرف مثل الرجل مركب له أجزاء فأقول مثلا أي الرجل ضربت أي الرجل يعني ضربت زهره أي جزء من أجزاء الرجل ضربت هذا هو المعنى أي الرجل ضربت رأسه أم زهره أم وجهه أم أو تنوي الأجزاء إذا نويت الأجزاء جاز لك أن تضيف إلى المفرد المؤرف لماذا؟ لأن المفرد المعرف في هذه الحالة بمنزلة الجم أي الرجل بمعنى أي أجزاء الرجل انتهى من هذه المسألة مسألة أخرى وخصوصا بالمعرفة موصولة أي وبالعكس الصفة الآن يتحدث عن أي الموصولة هذه القاعدة أو هذه العبارة مختصة بإيه الموصولة وخصوصا أي الموصولة بالمعرفة يعني أي الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة لا يجوز أن تضاف إلى النكرة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أي الذي هو أشد على الرحمن عتيا تقدير الآية هكذا عند الجمهور أيهم أشد على الرحمن عتيا تقديره ثم لننزعن الذي هو أشد على الرحمن عتيا وأي مضافة إلى الضمير وهو معرفة وبالعكس الصفة أي التي هي صفة أخصصها أي اجعلها مختصة بالنكرة وبالعكس يعني عكس المعرفة أي الصفة مختصة بالنكرة كأن أقول زارني رجل أي رجل أي رجل رجل فاعل وأي رجل صفة ومعناها الكامل في الرجولة أي الصفة تدل على الكمال في الباب زارني رجل أي رجل أي زارني رجل كامل قرأت كتابا أي كتاب أي قرأت كتابا كاملا ولا يجوز أي هذه أن تضاف إلى المعرفة قال الشارح أي يجوز إضافتها إلى المفرد أي يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة إذا نويت أجزاء ذلك الاسم كقولك أي زيد ضربت والتحقيق ما معنى التحقيق هنا التحقيق
له إطلاقات كثيرة في كلام العلماء. يشمل يستعمل بمعنى إثبات المسألة على الوجه الحق. إثبات المسألة على إيه؟ الوجه الحق. وهي عبارة تشير إلى الخلاف في المسألة. عندما أقول والتحقيق، إذن هناك قول آخر على خلاف التحقيق. ويستعمل بمعنى الحق والقول الحق، التحقيق وهو الظاهر هنا، والتحقيق أيوة الحق، يعني التحقيق في المعنى الأول بمعنى المصدر، إثبات القول على الوجه الحق مصدر، لكن بالمعنى الثاني التحقيق بمعنى الاسم ليس بمعنى الحدث، التحقيق بمعنى الحق، القول الحق. ويستعمل بمعنى التوثيق، توثيق النص من أصله، وباللغة الحديثة بمعنى إخراج الكتاب التراثي على صورة معينة بقواعد معلومة بين المحققين. والتحقيق أنها في هذه الصورة مضافة إلى الجمع، لأن التقدير أي أجزائه ضربت، ولذلك يكون الجواب عندما تسأل هذا السؤال يده أو رأسه، قل أي السمك أكلت، أي السمك أكلت، رأسه، الرأس مثلا. مسألة أخرى، ثم أعلم أن أي بالنظر إلى إضافتها إلى المعرفة والنكرة على ثلاثة أقسام. أشار إلى القسم الأول منها بقوله وخصوصا بالمعرفة موصولة أي، يعني أن أي إذا كانت موصولة تختص بإضافتها إلى المعرفة، نحو مررت بأي الرجال هو أفضل، مررت بأي الرجال هو أفضل. التقدير مررت بالذي هو أفضل الرجال، مررت بالذي هو أفضل الرجال. وعلى ذلك قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، إذا ما لقيت بني مالك قبيلة فسلم على أيهم أفضل. تقدير الكلام إيه؟ فسلم على الذي هو أفضلهم، على الذي هو أفضلهم. ثم لننزي أن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، التقدير ثم لننزي أن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن عتيا. طيب وخلاف الأشد يترك يعني؟ مؤاقبة الأكبر تستلزم مؤاقبة إيه؟ الصغير، والعكس لا، مؤاقبة الصغير لا تستلزم مؤاقبة الكبير، ومؤاقبة الكبير لأن الكبير له منع وله قوة ويرى أنه قادر على حماية نفسه عندما يؤاقب، والصغير يقول إيه؟ هو من باب أولى. طيب قال وأيهم هو أكرم، ثم أشار إلى الثاني بقوله وبالعكس الصفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
قال ثم أشار إلى الثاني بقوله وبالعكس الصفة، يعني أن أي إذا كانت صفة بعكس الموصولة وهي أنها تختص بإضافتها إلى النكرة نحو مررت برجل، أي رجل أي كان، وكذلك إذا كانت حالا والحال يعني متفرع من الصفة، الفرق بينهما فقط الصفة يعني أنها تتابع والحال ليس تابعا، والنعت لا يدل على التنقل والحال يدل على ذلك، يعني الأصل في النعت أن يكون ملازما لمن أوتي، والأصل في الحال أن يكون متنقلا يقع وينقطع. مثال الحال جاء زيد أي فارس، أي كاملا في الفروسين. ثم أشار إلى الثالث بقوله وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، يعني أن أي إذا كانت شرطا أو استفهاما جاز أن تضاف إلى المعرفة والنكرة مطلقا نحو أي رجل تضرب أضربه، أي رجل مفعول مقدر، أي رجل تضرب أضربه شرطية. وفي القرآن الكريم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وتقديره أن يسم ما، وأي الرجال تكرم أكرمه، وأي رجل عندك استفهام أي رجل عندك، وأي رجال عندك، وأي مفعول بتضيف إعراب الأبيات السابقة، وإن كررتها شرط وجوابه فأضف، وحذف مفعول فأضف أي فأضفه، والمجرور المتعلق به يعني وهذف المجرور المتعلق به لدلالة ما تقدم عليه والتقدير فأضفها للمعرفة، وأو تنوي معطوف على كررتها فهو شرط، والتقدير وإن كررتها أو نويت الأجزاء فأضفها، وفيه نظر يعني لا أظن، وإن كان تعقبات المكودي على ابن مالك ليست كثيرة ولكن لا أظن أن أحدا كتب في هذا تعقبات المكودي على ابن مالك اعتراضاته، وفيه نظر هذا اعتراض، وخصوصا يعني في هذه الكلية الجديدة كليتكم يعني مثل هذا الموضوع يناسبها في الماجستير لأنهم يعني ليسوا متشددين كالكليات القديمة، يعني من يعد الماجستير في هذه الكلية الجديدة للوافدين يمكن يقبله أن يقبلوا منه مثل هذا الموضوع تعقبات المكودي على ابن مالك، ربما من أول الكتاب إلى آخره تجد 50 اعتراضا مثلا، وهذا جيد. وفيه نظر، ما وجهه؟ لأن ما أطف على الشرط شرط، ما أطف على الشرط وتقدم عليه فأضف، أي تقدم على المعطوف على الشرط الجواب وهو جواب، ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط. هل فهمتم وجه الاعتراض؟
يعني ابن مالك يقول وإن كررتها فأضف أو تنوي لجزة أو أضف والمعطوف عليه كررتها وإن كررتها أو تنوي لجزة فأضف إذن فأضف هو الجواب للمعطوف والمعطوف عليه طيب هل منكم من يدافع عن شيخ الجميع ابن مالك ولم أر فيما وقبت عليه من كلام العرب مثل هذا التركيب أه. ونذيره إن قام زيد فأكرمه أو يقعد على أن الإكرام مرتب على الفعلين طيب الجواب لأنكم عجزتم عن الإجابة هو عن الدفاع عن ابن مالك فهو يدافع بنفسه قال ويتخرج أي يمكن أن يجاب على أن يكون حذف إن الشرطية قبل تنوي فيكون من عطف الجملة على الجملة وليس من عطف الفعل على الفعل التقدير أو إن تنوي على مذهب من أجاز ذلك فيكون التقدير أو إن تنوي الأجزاء فأضف وحذف فأضف لدلالة ما تقدم عليه والأولى عندي أن يجاب بأنه من قاعدة ثابتة بين النهويين حاصلها أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل قاعدة تحدث عنها ابن هشام في المغني وأصلها وذكر لها عديدا من الأمثلة يغتفر في الثواني أها ما لا يغتفر في الأوائل لا يجوز أن يتقدم الجواب على الشرط هذا إذا كان في الأول لكن إذا أضيف شرط على شرط يقبل في الشرط الثاني ما لا يقبل في الأول يغتفر في الثواني أها ما لا يغتفر في الأوائل مثلا يعني هذا المثال لا يفهمه إلا العفارقة الرجل عندما يتعدد في الزواج يتزوج بامرأة ثانية فيقبل من الثانية ما لا يقبل من الأولى فالثانية تعمل شيئا يتقبل منها والأولى إذا فعلت ستذهب إلى بيت أبيها ما رأيك يا شيخ جعفر هذا واقع ليس عندكم تعدد في ماليزيا صح؟ إن شاء الله ستجرب سنة يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريد إحياء السنن؟ عندكم في تايلاند يا شيخ فتح؟ موجود؟ التعدد يعني الله أكبر نعم ولذلك ورد في سورة البقرة أن لا تذكر أول الألف يعني تكرر فعل بالشرط ويعني والمتكرر يعني جاء يعني مرفوعا في سورة البقرة مسألة شاهد من شواهد إعراب الفعل المضارع أواخر البقرة الصفحة الأخيرة من البقرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فإن أمن بعضكم بعضا أكملوا فليتق الله ربه
فإنه آثم قلبه. أها. أها. الآية التي بعد هذه. أيوة. أليس هذا ما تقصد؟ وإن تبدو. فيغفر لمن يشاء. ليست هذه الآية؟ خلاص إنما تتعقد. طيب. فإن قلت اعتراض متوقع من القارئ مذهب من أجاز ذلك أي حذف أداة الشرط أن الفعل يرتفع بعد حذف إن أيوة يعني من أجاز من النحاة حذف إن الشرطية يرتب على ذلك ارتفاع المضارع بعد الحذف وابن مالك لم يرفع المضارع أو تنوي لو رفعه لذكر حرف العلة أو تنوي فحذف الياء يدل على أنه مجزوم ومن ذلك قول الشاعر يقول إيه وإنسان عيني يحصر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق وإنسان عيني يحصر الماء تارة إنسان عين تعرف معنى إنسان العين الحدقة حدقة العين حدقة العين يحصر الماء تارة يحصر بمعنى ينبض منه الماء أي يجب والتقدير وإنسان عيني إن يحصر الماء فيه تارة إن يحصر فهزفت أداة الشر وارتفع المضارع هذا هو الشاهد إن يحصر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق بمعنى أنه إذا امتنع عن البكاء في وقت الحاجة يعني وقع ما يبكي وهو لم يقدر على البكاء فإنه في كثير من الأحوال يبكي حتى تغرق الحدقة في الدموع يعني إذا امتنع مني البكاء الآن ففي كثير من الأوقات أبكي كثيرا أحيانا تعجز عن البكاء حتى يقولون إذا جاوز الأمر حده الأمر المهزن جدا جدا لا تستطيع أن تبكي يعني أحيانا كأن البكاء أقل من هذا المصاب فيمتلئ البكاء يقول إذا عجزت عن البكاء الآن فكثيرا ما أبكي حتى تغرق العين في الدموع هذا معنى البيت قلت اعتراض هو اعترض على الناظم ثم أجاب عن الاعتراض ثم بنى على الجواب اعتراض آخر والجواب عن الاعتراض الثاني قلت يجوز أن يكون تنوي مرفوعا بالبيت على لغة إجراء المعتل لا قلت يجوز أن يكون تنوي مرفوعا واكتفى بالكسرة عن الياء يعني أحيانا يهزف من حرف العلة يهزف من الفعل المضارع المعتل حرف العلة وهو في حالة رفع كقوله تعالى والليل إذا يسري بحذف الياء في قراءة من حذف الياء وهي قراءة متواترة أو تكون هزفت من تنوي لالتقاء الساكنين
والليل إذا يسري أها على مذهب من لا يعتد بحركة النقل في ال أو تنوي الأجزاء أو تنوي الأجزاء الياء حرف ساكن ولام التعريف ساكنة فهزف الساكن الأول لالتقاء الساكنين على أن فتحة الحمزة المنقولة إلى لام التعريف وجودها كعدمها لا يؤتد به وصلت؟ ألو ولا صعب مسألة غير واضحة؟ شيخ عبدالله فيها إشكال ولا إيه؟ ما في إشكال أعيد أه؟ حاضر ترتب على قول ابن مالك تقدم الجواب على الشرط وهذا غير جائز ولا يعرف الشارح له شاهدا من كلام العرب فهمنا هذا؟ ثم أجاز أن يكون كلام الناظم مبنيا على حذف أداة الشرط أو تنوي الأجزاء أصله أو إن تنوي الأجزاء فهزفت إن مفهوم الكلام هذا تخريج للاعتراض ثم يمكن أن يؤترد على هذا الجواب بأن جواز حذف أداة الشرط يستلزم ارتفاع المضارع مثلا أقول إن تذاكر تنجح يجوز أن أهزف إن فأقول بدلا من إن تذاكر تنجح تذاكر درسك فتنجح إذن في هذه الحالة يجب أن يرتفع المضارع أقول تذاكر لا يجوز أن يكون مجزوما بأداة جزم محذوفة كما في البيت وإنسان أين يحصر الماء تارة أصله إن يحصر الماء تارة ثم أجاب عن هذا الاعتراض بجوابين الجواب الأول أن تنوي مرفوع تنوي مرفوع طيب لماذا هزف حرف العلة في آخره على لغة بعض العرب أقول المؤمن يدعو ربه يدعو ربه بحذف الواو وهو مرفوع لم يدخل جازم ومع ذلك حذفت الواو لغة موجودة حتى في القراءات المتواترة هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن حرف الإلا هزف لالتقاء الساكنين أو تنوي الأجزاء لام التعريف ساكنة والياء ساكنة فهزف الساكن الأول إذا قلت طيب لام التعريف متحركة لأنه نقلت حركة الهمزة إليها قال من العرب من لا يعتد بالحركة العارضة هذه هي المسألة فيها شيء من التسلسل إجابة وفي الإجابة اعتراض وإجابة وفي الجواب اعتراض وهكذا إعراب البيت وقوله أي مفعول به مفعول بخصوصا وبالمعرفة متعلق به وموصول حال من أي مقدم عليها والصفة مبتدأ خبره بالعكس وإن تكن شرطا شرط جوابه فمطلقا إلى آخر البيت ومطلقا حال من أي يعني مضافة إلى المعرفة أو النكرة ومعنى كمل بها الكلام أي الكلام الذي هي جزءه لأنها مع ما أضيفت إليه جزء كلام وهذا آخر درس اليوم أولا تذكرت الآية تم الصدقات فلأمان وتبتها الفقراء فهو خير لكم ويكفر لأن الجملة معطوفة على إيه؟
هو خير لكم، فهو خير لكم جواب شرط، جواب شرط اللي وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ثم عطف ويكفر على فهو خير لكم. يعني عطف بالرفع؟ نعم. عطف على ايه؟ عطف على فهو خير لكم، جواب الشرط. وجواب الشرط مجزوم، ولكن عطف عليه بالرفع. نعم. على اساس ايه؟ يجوز في الثواني ما لا يجوز في الاوائل. نعم. هذا استنتاج منك ولا قراته في كتاب؟ اخذناه في الكليه. إذا أضيف فعل المضارع وهو جواب للشرط على جواب للشرط المتقدم جاز الرفع وال. أحسنت. وهذا يعني قريب مما نحن فيه، قريب أو تنوي. نعم. طيب سؤال آخر. يخرج به المتعاطفان في نعم بلا تفرق. مثلا كلا زيد وعمرو. نعم لا يجوز هذا. فكما لو قلت كلا رجل وامرأة لا يجوز أيضا. متعاطفان بصفة عامة. هذا يخرج بسبب متعاطفين أو بسببين. كلا رجل وامرأة. أولا رجل وامرأة نكرة وليس معرفة، وشرط المضاف إلى كلا وكلتا أن يكون معرفة. والسبب الثاني أنه متعاطفان وليس مسنن اصطلاحيا، وهو أيضا لا يجوز بقوله بلا تفرق. لا أقول كلا رجل وامرأة، قل كلا الرجلين أو كلتا المرأتين. ويجوز أن أقول كلا الرجلين بمعنى كلا رجل وامرأة من باب التقليد، كلا الرجلين بمعنى كلا الشخصين يعني. نعم. مثل الأبوين، كلا الأبوين، وهو يشمل إيه؟ أب وأم. سؤال آخر. خلاص إن شاء الله نراكم يوم الاثنين.